لما منحكي موسيقى مندور على أصوات من طفولتنا، من محيطنا، من الناس والأماكن اللي منحبها. ذكرياتنا مليانة صور، أشكال وألوان ودندنات. الدندنة كمان موسيقى، ومن خلالها ممكن نتعرف على ثقافة وتراث مدن وبلاد، ونقابل ناس عاشت تاريخ وقصص. كل قصة وصلت لبلد، وبلادنا مليانة قصص. بيقولوا بحرها كاتم للأسرار، مخبى تحت رملاته وعلى شطوطه حكايات وأخبار. وأنا بدوري حبيت أقدم لكم موسيقى من الساحل، موسيقى من بلادنا ومن بلاد الشام بشكل عام. نسمع موسيقاهم ونتعرف على قصص صيادين وقصص موانئ، تأثيرها على الناس وعلى المدن وعلى أهل البلد نفسهم. وكمان بشكل شخصي تعرفت على صيادين اللي حابين يوصلوا رسائل لكل الناس ويحافظوا على مهنة اللي ممكن إسا موجودة وبعد هيك لا. فمن خلال الحلقة الثالثة من برنامج تعالوا نحكي موسيقى، حبينا نقدم هذا المشروع عشان كل الناس تتفاعل مع المهنة، تتفاعل مع الصيد، تتفاعل مع كل قصة رح تنحكى في هذا البرنامج. وبهالمناسبة بحب أقدم لكم كمان سلوى قطريب. واللي غنت شو في خلف البحر خبريات